3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورفع حالة الطوارئ في محافظة الإسكندرية وسط تحذيرات لخبراء الأرصاد. فما هي تفاصيل حالة الطقس؟ هذا ما سنوضحه الآن لحضراتكم من خلال تغطيتنا الجوية. خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون أن يسود البلاد اليوم طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها أنه من المتوقع وجود شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة وأيضا القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وأيضا شمال الصعيد. كما توقعت أيضا سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحرين، فالبحر المتوسط من المتوقع أن تكون حالته معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف متر إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية. ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج من المنزل ليلا، وذلك لانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء. كما أكدت على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة. وكانت أيضا كشفت صور الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى سقوط أمطار ويسود طقس بارد خلال الصباح الباكر لطيف نهارا، إضافة إلى سقوط أمطار وسيطرة الشبورة على الطرق. وتشير صور الأقمار الصناعية إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق محدودة. وتسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية. ومن جانبها قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، فإن درجات الحرارة بدأت بالفعل في الانخفاض في معظم المحافظات حيث نتأثر بمصادر كتل هوائية شمالية. كما أكدت أيضا أن الكتل الهوائية منخفضة في درجة الحرارة، وبالتالي سنشعر بانخفاض درجات الحرارة تدريجيا ليصبح الطقس معتدل نهارا. وحذرت من انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال فترة الليل والساعات الأولى من الصباح لتصبح الأجواء باردة وشديدة البرودة. ولفتت أيضا إلى وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة على المناطق المطلة على البحر المتوسط ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح مما سيساهم في انخفاض درجات الحرارة بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية. وفي نفس السياق أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن تبقي نوتين عنيفتين تضربان المحافظات الساحلية خلال 11 يوما المتبقية في شهر ديسمبر الجاري، إذ يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة في بعض الأحيان فضلا عن نشاط حركة الرياح واضطراب حركة الملاحة. ومن المقرر أن تبدأ نوة الفيضة من اليوم 19 من ديسمبر الجاري وتستمر لمدة 5 أيام، ويصاحبها سقوط أمطار ونشاط حركة الرياح التي تتخذ اتجاها شماليا غربيا.
ونختتم معكم مشاهدينا ببيان لدرجات الحرارة المتوقعة، حيث تسجل القاهرة الكبرى الصغرى 14 درجة مئوية والعظمى 22 درجة مئوية، الإسكندرية الصغرى 13 درجة والعظمى 21 درجة، والمطروح محافظة مطروح الصغرى 12 والعظمى 20 درجة، كاترين الصغرى 6 درجات والعظمى 20 درجة مئوية، بورسعيد الصغرى 15 درجة مئوية والعظمى 22 درجة، الزقازيق الصغرى 14 درجة مئوية والعظمى 22 درجة، الإسماعيلية الصغرى 13 درجة مئوية والعظمى 23 درجة مئوية، الصغرى 14 درجة مئوية والعظمى 22 درجة، شرم الشيخ الصغرى 17 درجة مئوية والعظمى 26، الغردقة الصغرى 16 درجة مئوية والعظمى 25، الفيوم الصغرى 13 درجة مئوية والعظمى 22، بني سويف الصغرى 13 درجة مئوية والعظمى 23، أسيوط الصغرى 11 درجة مئوية والعظمى 24، محافظة سوهاج الصغرى 12 درجة مئوية والعظمى 25، الأقصر الصغرى 14 درجة مئوية والعظمى 26، وأخيرا محافظة أسوان الصغرى 15 درجة مئوية والعظمى 27. إلى هنا مشاهدينا نصل لنهاية تغطيتنا، نشكر حضرتكم على طيب المتابعة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا موقع صدى البلد الإخباري، بشكر حضرتكم إلى اللقاء.